عقب ترديد النشيدين الوطنيين اليمني والمصري، انطلقت فعاليات أول مسابقة دولية باليمن في الفيد ماث والحساب الذهني، بالإضافة إلى حل مكعب روبيك، مسابقة كانت بطبيعتها نتاجا للتعاون اليمني المصري. عدد المشاركين في المحافظة حضوريا 600 مشارك، عدد المدارس المشاركة تقريبا 52 مدرسة، المحافظات المشاركة أيضا 5 مدارس، الأونلاين 100 طالب من تقريبا 6 دول: السعودية، مصر، اليمن، تركيا، العراق، أمريكا، بريطانيا. نجاح مدينة تعز اليمنية في التحضير والتجهيز لهذه المسابقة مثل حافزا كبيرا لأبنائها، والذين رأوا أن هذه الفعالية مثلت رسالة للجميع، مفادها أن المدينة لا يمكن كسرها أو قهرها بالحصار القائم حاليا من قبل الحوثيين. هذه المسابقة نحن في محافظة تعز، ليس جهة السلطة، ليس الجهة الرسمية فقط، وإنما الجهة الشعبية، أولياء الأمور، المدارس، الجميع يقول للآخرين: تعز أكبر من تطوع، تعز أكبر من تكسر في هذا الحصار. نحن نبني أبنائنا بالعلم، نبني أبنائنا بالمعرفة، نخرج الطالب من المستوى الدراسي التقليدي في الكتاب والكرسي إلى آفاق أرحاب أوسع. مشاركة أولياء الأمور لأبنائهم المتسابقين وتفاعلهم مع الحدث كان واضحا من خلال حضورهم الكبير داخل وخارج قاعات المسابقة. إنها أكبر من مجرد مسابقة أو منافسة في الرياضيات أو الحساب الذهني، فالتعزيون هنا يرون أنها بمثابة انتصار على الحصار والعزلة التي فرضها الحوثي على أبناء المدينة منذ سنوات طويلة. فيصل الدبحاني، الغد، تعز.